مصر أرض الكنانة، هي أم الدنيا ومهد وحدة من أعظم الحضارات، ولكن مصر الحديثة كتختلف على مصر القديمة. وقصتنا اليوم هي على سلسلة جرائم من أبشع الجرائم اللي دازت في مصر، واللي زاد الشهرة ديالها هو المسلسل الجديد اللي تبنى على القصة الحقيقية سفاح الجيزة. باش نعرفوا التفاصيل أجي ونحكي لكم القصة. كتبدأ القصة ديالنا في الجيزة، وهي منطقة شعبية قريبة من الأهرام مدينة القاهرة الكبرى في مصر، مع واحد الشاب اللي سميتو قدافي فرج عبد العاطي. هو شاب مصري عادي تخرج من كلية الحقوق في القاهرة، ولكن بقى عاطل عن العمل مدة طويلة، فقرر القدافي يدير واحد تجارة صغيرة. هادشي كان السبب ديالو أنه كان بغي يتزوج، وبالفعل تقدم الخطبة بنت جيرانهم اللي سميتها فاطمة وتزوجوا. حتى لهاد اللحظة الأمور باقة عادية، ولكن قدافي بدا كيعاني من مشاكل مادية. هادشي علاش قرر يطلب المساعدة من رضا اللي كان صديق الطفولة والجامعة ديالو. رضا كان كيخدم مهندس صيانة في السعودية، وقنعوا قدافي باش يتشاركوا في واحد المشروع تجاري. ومن بعد مرور 5 سنوات، وفي سنة 2015 بالضبط، قرر المهندس رضا باش يجي لمصر ويزور الصديق ديالو قدافي. من بعد زيارة رضا قرر يفتح موضوع الحسابات مع قدافي، وهنا قدافي ارتبك حيت هو في الحقيقة دار عملية نصب ماكرة لصاحبه. وكتر من هادشي هو أنه كان عارف باللي نهار ديال الحسابات جاي، داكشي علاش كان موجد راسه ودار خطة باش يتهنى من رضا. قال قدافي لرضا باللي هو غادي يعرض عليه العشاء هذيك الليلة. فجا رضا عنده للدار، قدم ليه قدافي أكلة الكشري اللي كانت عزيزة على رضا، ولكن ما عارفش بأن هاد الأكلة الكشري كان فيها سم قاتل. هنا قدافي تهنى من مشكلة وحدة، ولكن ولو عنده زوج مشاكل. المشكل الأول هو كيفاش غيدير الجثة، والمشكل الثاني هو أن عائلة رضا عارفين باللي هو معاه وشريكه، يعني غادي يسولوه عليه. هنا طاحوا عليه جوج أفكار وحدة قبح من الأخرى. غادي يدفن صاحبه في حفرة العمق ديالها 2 متر في لاكاف ديال الدار اللي عنده، والفكرة التانية هي أنه غادي يسرق الأوراق ديال المهندس رضا والتليفون ديالو، وغادي يكتب رسالة نصية SMS للزوجة ديال رضا كيقول فيها بالحرف أنا تقبض عليا، يعني أنا تشديت، وهو يطفي التليفون وهرس النمرة. هنا غادي يخلي عائلة رضا في بحث طويل عند الشرطة والمستشفيات والمصحات لمدة 5 سنوات، وهذه غادي تكون بداية سلسلة جرائم بشعة اللي قام بها قدافي. من مور جريمة قتل رضا والاستيلاء على الوثائق والأموال ديالو، قدافي ولا تاجر كبير وعنده بزاف ديال المحالات. وهذا الثراء المفاجئ قلق الزوجة ديالو فاطمة، اللي ولات كتشك فيه باللي يقدر يخونها، فقررت دير واحد الخطة وهي ما عرفاش باللي هي مزوجة بقاتل خطير. في واحد الليلة هزات فاطمة كاع اللي عند قدافي في الدار والذهب ديالها ومشات لدارهم. فاش قلب عليها قدافي ما لقاهاش، عيط ليها وبغى يحل معها المشكل بشكل ودي، ولكن هي رفضات وبغاتو يكتب ليها تعهد باللي ما غيتزوجش عليها وما يخونهاش. هادشي اللي خلاه يدير معها نفس الخطة اللي دار مع المهندس رضا، وقتلها بنفس الطريقة ودفنها حدا صاحبه. سنة 2015 ما كملتش إلا وقدافي داير الجريمة الثالثة ديالو، وهاد المرة الضحية كانت فتاة شابة سميتها نادين. نادين كانت خدامة في واحد المكتبة اللي كان كيملكها قدافي، وكانت بيناتهم واحد العلاقة وكان موعدها بزواج. هادشي اللي ما عمرو كان، حيت قدافي مشى عند الوالدين ديال نادين وبلاص ما يتقدم ليها ويخطبها طلب من والديها يد اختها الصغيرة. وباش يسكت نادين دار لها نفس الخطة اللي دار المهندس رضا والزوجة الأولى فاطمة، ودفن نادين حداهم، وهكا غيكونوا 3 الجثث مدفونين في نفس البلاصة. قدافي كان عنده مشكل وحيد هو أن عائلة نادين غادي تسولوا عليها، وهو كان مسؤول عليها في العمل وزوج الأخت ديالها في نفس الوقت، ولكن
قدافي بحكم الخبرة اللي ولات عنده في القتل وإخفاء الجثث طاح عليه حل جديد. فكر قدافي باللي عائلة نادين هي عائلة محافظة، وأي حاجة كتقيس الشرف ديالهم غادي تخليهم ينهاروا. داكشي علاش كذب عليهم وقال لهم باللي نادين مشات لدبي مع واحد الشخص اللي كيخدم في الإعلانات والموضة، وهذا الشيء خلى أب وأم نادين يتبرؤوا منها وما يفكروش يقلبوا عليها مازال. من بعد هذا الشيء قرر قدافي أنه يخوي المنطقة اللي كان ساكن فيها. سمح قدافي في كل شيء من موراه، بدا معاه غير الفلوس ديالو ومشى لمدينة المنصورة. هاد المرة كان مغير الاسم ديالو والهوية ديالو، حيث كان مستعن بالوثائق ديال المهندس رضا، الشيء اللي سهل عليه أنه ينتحل الصفة ديالو. في المنصورة تعرف على واحد البنت وتزوج بها، ولكن حس بلي هاد البنت ما يمكنش أنه يدير معها داكشي اللي دار مع البنات الآخرين، حيث كان يلاه انتقل لمحل سكن جديد. هادشي لاش قرر يخليها ويمشي. انتقل قدافي لمدينة الإسكندرية، فاش وصل تما تعرف على واحد البنت واحدة أخرى اللي خدامة في صيدلية. عرف راسو بأنه هو المهندس رضا، وقدر يقنع هذيك البنت بالزواج، ولكن هاد الزواج ما دامش بزاف ديال الوقت وانفصلوا. وبطبيعة الحال قدافي ما خرجش من هاد العلاقة خاوي، حيت سرق ليها الذهب ديالها كامل وحتى الفلوس اللي كانوا عندها في الدار، واللي كان المبلغ الإجمالي هو 1,000,000 جنيه مصري. هنا بدات الأمور كتصعب على قدافي، حيت مشات الزوجة الجديدة ديالو عند البوليس ودارت بلاغ بالسرقة، ولكن ضد المهندس رضا. الشرطة بدات البحث على المهندس رضا بتهمة السرقة. هادشي ما كانش عارفه قدافي، وهادشي لاش قرر يتعرف على بنت جديدة في نفس المدينة اللي هي الإسكندرية. هاد البنت كانت سميتها ياسمين، وكانت خدامة في محل ديال الأدوات الكهربائية. تقدم لها بنفس الطريقة وبنفس الصفة على أنه المهندس رضا، وخدم من عندها مبلغ ديال 45,000 جنيه مصري. قنعها بلي غادي ياخد بها سلعة للمحل ديالها وأنها غادي تكبر تجارة ديالها، ولكن ياسمين حسات بلي قدافي كيتهرب من أنه يرد لها فلوسها، وحتى فكرة الزواج ما بقاش كيذكرها، وهي تطلبوا بالفلوس ديالها أو الزواج. وبطبيعة الحال قدافي كان داير هادشي في الحسبان. داكشي علاش مشكرة واحد المحل في منطقة العصافرة بالإسكندرية، واستدرجها بالليل بحجة أنه يوريها شنو دار بدك المبلغ اللي عطاتو، ولكن هو كان موجد حفرة في قاع المخزن تما كانت غادي تكون نهاية ديال ياسمين. ونمر الانتهاء من الجريمة الرابعة ديالو، قام سفاح الجيزة بانتحال صفة مهندس كهرباء سميتو محمد مصطفى، وتعرف على بنت واحد تاجر معروف في مدينة الإسكندرية، وقرر أنه يدير حفل ويهدي الزوجة الجديدة ديالو هدية فاخرة. هادشي علاش فكر قدافي بأنه يبيع الذهب اللي خداه من عند الزوجة اللي كانت خدامة في الصيدلية. فاش مشى قدافي عند الذهبي باش يبيع الذهب، تفاجأ مول المحل بكمية الذهب وأنه ما عندوش فواتير. فقرر الذهبي يسول قدافي على مصدر الذهب. هنا قدافي بدا كيتلف في الهضرة وما عرفش يجاوب. هادشي دخل الشك لصاحب المحل وخلاه يتصل بالشرطة اللي جات وشداتو على أساس أنه المهندس رضا. صدر حكم بالسجن على قدافي، ولكن بصفة المهندس رضا. هادشي وصل الأسرة وعائلة المهندس رضا الحقيقي اللي كانوا دايرين بلاغ ديال اختفاء ولدهم كتر من 5 سنوات. فاش وصلت العائلة ديال المهندس رضا الحقيقية والمحامي ديالو، كانت المفاجأة، وهي منين شافوا قدافي وقالوا للشرطة بلي هذا ماشي هو ولدهم، وبلي هذا الصديق ديالو اللي سميتو قدافي فرج، وبلي هو ساكن في منطقة بولاق الدكرور بالقاهرة. المهم من بعد التحقيق مع قدافي اعترف بالجرائم ديالو، وكذلك قال لهم على أماكن الجثث. صدرت المحكمة قرار الإعدام في حق قدافي المشهور بسفاح الجيزة، ومع جميع الدلائل ما كانش يمكن لأي محامي يدافع عليه، وصدور عدة أحكام ضده آخرهم هو حكم الإعدام سنة 2022 اللي غادي يكون رابع حكم إعدام صدر في حق سفاح الجيزة، ولكن مازال ما تنفذ عليه الحكم. ومؤخرا قبل من صدور فيلم سفاح الجيزة خرج خبر من السجن باللي قدافي نفى كاع الجرائم المنسوبة ليه، وكيطالب بالتبرئة ديالو من كاع الجرائم. هادشي اللي ما خدتوش المحكمة بعين الاعتبار،
وحدات نهاية سنة 2023 هو موعد تنفيذ الإعدام في حق قذافي فرج. هنا غتكون سالات قصتنا مع سفاح الجيزة. نتلقاو في قصة جديدة.